إن تتويجكم بهذا العدد من الميداليات في هذا الحدث الرياضي العالمي ليس إنجازا شخصيا فحسب، بل هو عنوان فخر لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية بأفضل صور ممكنة. نحن في مجمع سوناتراك نؤمن بأن لديكم القدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات، وإنه من واجبنا وتقاليدنا المتأصلة أن نكرمكم وأن ننتشي بنجاحكم. أجدد شكري لجميع إطارات وعمال شركة لمجمع سوناتراك، على رأسها الرئيس المدير العام السيد رشيد حشيشي، متمنيا مرافقتنا نحن كاتحادية والرياضيين، بدون أن ننسى كل المدربين، ولا سيما ونحن على بداية دورة أولمبية جديدة من أجل دعم رياضي لذوي الاحتياجات خاصة. نقدم كل الشكر لمجمع سوناتراك على هذه المبادرة الجد جيدة والجد محفزة لنا كرياضيين، لي شخصيا والرياضة البارالمبية بصفة عامة. ونتمنى أن هذه المبادرة يمكن يكونوا من أطراف أخرى، لأنه شفنا أنه اليوم هذه المبادرة راح يعاونوا في الرياضة خاصة الأجيال الجاية، باش نقدموا إن شاء الله نتائج ما أفضل إن شاء الله للجزائر. الحمد لله أنه قبل شهرين حطمت رقم قياسي عالمي في بطولة العالم في ماي، وأكيد في سبتمبر كنت كامل الشعب الجزائري شاف النتيجة بميدالية ذهبية وتحطم رقم أولمبي جديد، ماشي حاجة سهلة. فخورين جدا بمدير العام لسوناتراك أنه يزيد يكرمنا اليوم. سعادتنا يعني أنه احنا رفعنا الراية الوطنية في باريس، ماشي حاجة سهلة. اليوم يعني فرحان على هذا الاستقبال اللي حضرنا به من شركة سوناتراك، يعني كما قاعدين نشوفوا يعني الناس راهي فرحانة بالنتائج اللي حققناها في باريس، وكما نقولوا أنك تشوف الجزائريين الكل يفرحوا معك، هذا شيء أنه يحفزك أكثر أنك تعمل أكثر وتزيد إن شاء الله تحقق نجاحات أخرى في المستقبل. هذا تاني تكريم لينا بعد رئيس الجمهورية، اللي نشكر بزاف رئيس الجمهورية تاني على التكريم اللي داروا، ونشكر تاني مسيو لو بي دي جي اللي دار لنا هذا الحفل التكريم. ما كناش احنا نسناو باللي رايحين يكرمونا، لكن هذا كانت عندنا فرحة كبيرة، وهذا حافز لينا باش احنا نزيدو نمدو اكثر ونزيدو نطلعوا الراية الجزائرية في اكبر المحافل الدولية ونمثلوا الجزائر احسن تمثيل.